السلام عليكم البنات، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم ميني بيتزا بالكروفيت والكالامار، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو لذاد. العجينه كتجي هشه والحشوه بنينه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم للطاولات الرمضانيه ديالكم. اول حاجه غادي نتبعوها، غادي ناخذوا المقادير نتاع الحشوه. بالنسبه هنا خديت مقلات درت فيها 3 ديال الحبات نتاع الطماطم اللي ربيتهم، كذلك خديت ملعقه ديال الطماطم المصبره، ملعقه نتاع الزعتر. ولا بغيتو تشوفوا صلصه البيتزا الاساسيه اللي تستعملوها كاع الانواع البيتزا وكيفاش ديروها في المجمد تجبدوها تلقاوها واجده، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. هنا كذلك خديت كميه نتاع الكالامار وكميه نتاع الكروفيت. الكميه كتبقى على حسابكم وعلى حساب العدد ديال البيتزا اللي غادي ديرو. عندي كذلك المعدنوس مقطع كما راكم تشوفوا، من الاحسن يكون طري ما يكونش ديجا مكونجلي. هنا عندي الفلافل، عندي فلفل احمر وفلفل اخضر اللي قطعتهم شرائح طويله. في التوابل غادي نحتاج بابريكا، فلفل اسود والكمون. هادو هما المقادير ديالنا. نمشيو نصاوبوا لاصوص، كنضيفوا لها شويه ديال الملح، كنضيفوا شويه معلقه كبيره هكا تاع البابريكا او الفلفل الاحمر، ملعقه كبيره ديال الكمون، وواحد ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود. كنضيفوهم لهذيك الطماطم والكونسيرفي والزعتر، غادي نديروهم على النار يطيبوا. نضيفو كذلك واحد زوج معالق نتاع المعدنوس وواحد زوج معالق نتاع زيت الزيتون، ونديروهم على النار. ناخذ كاسرول ونديرو فيها هذاك الكالامار، لحقاش معروف بان سمك الكالامار كياخذ شويه طياب الكروفيت. غادي ناخذو نديرو في كاسرونه، ندير واحد المورسو ديال الليم، نغطيه بالماء ورشيشه ديال الملح، ونديرو يتسلق على النار مده 10 دقائق. لاصوص ديالنا كيما شفتو تميلونجات وبدات قريبه غادي توجد. نديروها نخليوها حتى تختار وتولي لنا القوام ديالها زويون، ونحيدوها في واحد الاناء ولا في واحد الزلافه. وفي نفس المقلات غادي ناخذ شويه نتاع الزيت وندير الفلافل ديالي باش يتشحروا ويتقلاو حتى ينزلوا. نتبلهم فقط بشويه ديال الملح وشويه نتاع الفلفل الاسود، ونديرهم على النار مع التحريك حتى نحصلوا عليهم بدبالين. نحيدوهم ونديرهم في واحد الطبيسي بهذا الشكل. هذا كما شفتوا حشوه سهله مهله وكتجينا لذيذه. هذاك الكالامار اللي ديجا سلقته صفيته ودرته في واحد المقلاه وضفت له هذاك الكروفيت، وغادي نتبله باش حتى هو نشحروه. في التوابل غادي ندير المعدنوس، تقريبا زوج معالق كبار ديال المعدنوس. ندير كذلك شويه ديال الملح، ندير شويه نتاع الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفل الاحمر. ندير ملعقه كبيره ديال الزبده، وندير المقلاه ديالي على النار باش كلشي يتشحر، وكتجينا واحد الحشوه اللي بنينه بنينه بزاف بزاف. مده 5 دقائق وكتحيدوه على النار، وهي الحشوه ديالنا واجده. الان اخواتي نهضروا على العجينه. العجينه انا هنا راها عندي جاهزه، حيت راني ديجا قدمت لكم كيفاش تصاوبوا العجينه نتاع البيتزا اللي ناجحه لكل شيء انواع البيتزا. اللي ما شافتهاش غادي نحط لها الرابط في صندوق الوصف باش تشوفها كيفاش تصاوبها. انا هنا العجينه ديالي راها ديجا خامره وراها موجوده. غادي ناخذها على سطح العمل، نرشو دائما بالفرينه، وغادي نقسمها على 2 حيت عندي العجينه هنايا كبيره. نورق العجينه ديالي، دائما عجينه البيتزا ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، محيت ديجا فيها الخميره. غادي نورقها بهذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا، تكون هكا في هذا السمك ديالها يكون هكا. ناخذ واحد الاطار دائري. هنا غادي نعطيكم اختيار، بغيتوا ديروهم غير دوائر عاديين هكا، بغيتوا تعطيوهم واحد الشكيل. انا غير فكره هكا جاتني، كتعطيوهم هكا على شكل يعني الشمس كما حنا نقولوا هكا دوائر. كندير لهم غير قريصات هكا كما كتشوفوا، كنقرص من الجانبين بهذه الطريقه. هذه غير فكره من عندي فقط، وكنضغط في الوسط، كنضغط فين نعمر الحشوه. اي هذه فكره، الى عجبتكم ديروها، ما عجبتكمش يعني ما كان حتى مشكل. ديروهم دوائر عاديين يعني، فقط انا كتعجبني هكا ننوع ونعطي شكيلات هكا حتى في الطاوله ديالي يعطيو المنظر زويون. غادي نكمل كاع لي ميني بيتزا ديالي، نشكلهم بهذه الطريقه. نديرهم في صينيه ديال الفرن، عمرتهم بالصلصه اللي وجدناها مع بعضياتنا من بعد ما تكيتهم بالشوكه.
تكوهم بواحد الفرشات في الوسط وعمرتهم بلاصوص. من بعد لاصوص غادي ندير فيهم الفلافل، الفلافل نديرهم كطبقة من بعد لاصوص، ومن بعد الفلافل غادي نديرو الحوت ديالنا اللي وجدنا اللي شحرنا داك الكروفيت مع الكلامار. وفي كل بيتزا نوعو، ديرو كلامار كروفيت، يعني نوعو بهذا الشكل هذا. واخر حاجه غادي نديروها هي الفرماج، كديروا شويه ديال الفرماج من الفوق. كما شفتوا انا ما كثرتش بزاف في الحشوه باش كتجيني نحس بالمذاق نتاع الحوت، ما نخلطش مع حوايج اخرين. صافي نديروهم يطيبوا حتى الطياب نتاع البيتزا راه باين تتحمر لكم من الاسفل، وكتجيونا بهذا الشكل الرائع جدا. فريمون كيجيو لذاذ لذاذ لذاذ، يعني نوعوا. واخا الحوت شويه غالي ولكن ما تاخذوش بزاف، خذوا شويه شويه من كل نوع، وكدير لكم يعني حاجه جديده. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد لي ميني بيتزا، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليها بلايكاتكم، تعليقاتكم الجميله، الاشتراك في القناه للجديدات. خليتكم على خير حبيباتي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شيوات صافه.